بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أقدم الدرس الرابع في الاقتصاد، Fourth Lesson in Economics. كنت قدمت ثلاثة دروس قبل هذا الدرس، كان الأول حول المواد الاقتصادية، والثاني حول علم الاقتصاد، وقدمت طبعا بعض الأفكار المتقدمة عن الأنظمة وما شابه. فأعيد يعني ذكر بعض الأفكار التي وردت في الدروس الثلاثة السابقة عن علم الاقتصاد، بعض الفرضيات الأساسية التي يستند إليها، وتحدثت عن الموارد الاقتصادية economic resources، مبدأ العقلانية اللي هو rationality، التخصص specialization، تقسيم العمل اللي هو division of labor، والأنظمة الاقتصادية اللي هي economic systems التي سارت منذ 1000 سنة إلى هذه اللحظة، وأخيرا الأسئلة الثلاثة الخطيرة التي يطرحها كل مجتمع على نفسه بطريقة تلقائية دون أي إملاءات، تفاعلات حرة بين قوى الطلب والعرض. ماذا ننتج؟ ماذا ينتج هذا المجتمع؟ كيف ينتج؟ ولمن ننتج؟ أو لمن ينتج؟ ماذا ينتج من سلع وخدمات، سلع استهلاكية، رأسمالية وما شابه؟ كيف ينتج ما اتفق المجتمع على إنتاجه؟ كيف؟ هل بالموارد المحلية ولا يستوردها ولا أو كيف ما اتفق؟ ولمن ينتج؟ ينتجها للتصدير أم الاستهلاك المحلي، لمن هو قادر أم للكل؟ الآن سندخل في صلب الموضوع إن شاء الله، ونبدأ بتصنيف السلع التي تنتجها أي آلة اقتصادية. الآلة الاقتصادية المقصود بها هنا الاقتصاد برمته. فتصنف السلع على النحو التالي. طبعا ممكن واحد يطرح سؤال، ما هي السلع المتوافرة في الاقتصاد، ومن الذي ينتجها، من الذي يستهلكها، من الذي يشتريها؟ وعادة ما تصنف السلع بضائع مادية ملموسة وخدمات غير ملموسة تحت 4 تصنيفات. الأول سلع استهلاكية، consumption goods أو consumer goods، نفس المعنى، يطلبها كل أفراد المجتمع، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، وبدونها تغدو الحياة مستحيلة. وفي بعض الأحيان إذا توافرت السلع الأساسية جدا جدا مثل الماء وبعض أشكال الطاقة، بدون البقية بتكون حياة صعبة للغاية. وتضم طبعا هذه السلع الاستهلاكية مقومات الحياة وكمالياتها، وقد بيّنت تجارب الأمم بأن الإنفاق على هذا النوع من السلع الاستهلاكية يستحوذ على السواد الأعظم من الإنفاق الكلي في المجتمع في كل الدول. طبعا النوع الثاني من السلع، سلع رأس مالية capital goods، يطلبها المستثمرون على مختلف أنواعهم وأشكالهم، وتضم طبعا السلع هذه كل ما يحتاجه المستثمرون من سلع لتأسيس صناعاتهم المختلفة والتوسع فيها واستدامتها. النوع الثالث من السلع، سلع عامة public goods، لتطلبها الحكومة ومؤسساتها بمستويات متعددة المحلية والمركزية، وتوفرها لمستخدميها من العامة. هناك الصنف الرابع، سلع أعدت للتصدير export goods، أو أنها مستوردة من العالم الخارجي. سأكمل عن طبعا هنا أذكر بأن تصنيف السلع على شكل صورة ببساطة، مجموع السلع، عندي سلع استهلاكية consumer goods أو consumption goods، هي المعمرة وغير المعمرة. سلع رأسمالية capital goods investment goods، هي للإنتاج الاستهلاكي، أي بمعنى آخر هناك سلع رأسمالية تنتج سلع استهلاكية، وهناك سلع أخرى رأسمالية تنتج سلع رأسمالية أخرى. السلع العامة إما بتكون صافية وغير صافية، إن شاء الله في مقاطع مستقبلية راح أشرح بالضبط ما هي كل هذه الأشكال، وسلع القطاع الخارجي مصدرة أو مستوردة. الآن الإنفاق والدخل الكلي aggregate expenditure and income، العملاء الاقتصاديون من مستهلكين ومنتجين، وحكومة طبعا جزء من اللاعبين الاقتصاديين أو العملاء الاقتصاديين داخل الآلة الاقتصادية، ينفق جميع هؤلاء العملاء الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين بالتشارك مع بقية المؤسسات اللاعب في الاقتصاد بما فيها الحكومة ومؤسستها، ينفقوا على السلع المتوافرة التي يحتاجوها كل حسب الفئة التي ينتمي إليها. مثلا المستهلكون consumers ينفقوا على السلع الاستهلاكية معمرة وغير معمرة بشكل يومي أو كلما دعت الحاجة، وتكون قيمة ما ينفقوه عليها مساوية لقيمة الطلب الكلي الفعلي
على السلع الاستهلاكية. على هذا النوع من هذه السلع طبعا، أو من هذا السلع، من هذا الشكل من السلع. إذن ينفق المستهلكون على السلع الاستهلاكية معمرة وغير معمرة. المستثمرون بدورهم ينفقوا على السلع الرأسمالية لأنها استثمار، حتى ينتجوا بها أشياء أخرى تدر عليهم أرباح، فينفقوا عليها كلما دعت الحاجة، وتكون قيمة الإنفاق عليها مساوى لقيمة الطلب الكلي الفعلي على هذا النوع. أما الحكومة government فتنفق على السلع العامة بأشكالها المتعددة، وتكون قيمة الإنفاق على هذه السلع مساوية لقيمة الطلب الكلي الفعلي عليها. في القطاع الخارجي الآن اللي بتكون من قطاع تصدير وقطاع استيراد، فيتم خلاله إما تصدير السلع الوطنية بما فيه إعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، أو استيراد ما يحتاجه الاقتصاد من سلع مختلفة مصنوعة في العالم الخارجي. وفي هذا القطاع تكون قيمة السلع المصدرة مساوية لقيمة الطلب عليها في الاقتصادات المستوردة لها. أما قيمة السلع المستوردة إلى داخل الاقتصاد الوطني، فتكون قيمتها مساوية لقيمة الطلب الكلي الفعلي عليها داخل الاقتصاد الوطني. يمكن إذا افترضنا الآن أن الآلة الاقتصادية اللي هي الاقتصاد كله بموارده وإنتاجه، الآلة الاقتصادية إذا قامت هذه بإنتاج كمية السلع التي يخطط المستهلكون والمنتجون هون المستثمرون طبعا والحكومة والعالم الخارجي لشرائها عند مستويات أسعار، فإن هذه المتطابقة تكون هي السائدة المنطقية. قيمة الإنفاق الكلي تساوي قيمة الطلب الكلي وتساوي قيمة الإنتاج الكلي. إذا قيمة الإنفاق الكلي من قبل المستهلكين والمستثمرين والحكومة والمصدرين والمستوردين تساوي قيمة الطلب الكلي داخل الاقتصاد وتساوي قيمة الإنتاج الكلي. يمكن لنا أن نستخدم الرموز في التعبير عن المتطابقة التي شرحتها قبل قليل كما يلي. دعنا نرمز لقيمة الإنتاج الكلي. الإنتاج الكلي وهي قيمة الدخل الحقيقي، لأن الإنتاج الكلي الآن كمية إذا ضربناها بمستوى الأسعار تعطيني قيمة الدخل، فطبعا كم الإنتاج الكلي دخل حقيقي نتحدث عن سلع الآن، نرمز لها بواي. الإنفاق الاستهلاكي نرمز له بالرمز سي، والإنفاق الاستثماري بالرمز آي، ونفقات الحكومة بالرمز جي، وقيمة الصادرات بأكس والمستوردات بأم. وبالتالي فإن المتطابقة تكون كما يلي. عندي واي اللي هي الدخل الحقيقي أو الإنتاج الكلي، واي كما ذكرنا هنا، فواي تساوي سي اللي هي consumption أو الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق على الconsumption أو consumption expenditure، زائد آي اللي هي الإنفاق الاستثماري، زائد جي اللي هي الإنفاق الحكومي أو الإنفاق العام، زائد إكس الإكسبورت اللي هي الصادرات مطروح منها الإمبورت اللي هي المستوردات. هنا بشرحها ثاني مرة. الدخل الكلي هو عبارة عن مجموع الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري زائد طبعا مضاف إلى مجموع الإنفاق الاستهلاكي مضاف إلى الإنفاق الاستثماري مضاف إلى الإنفاق الحكومي مضاف إلى قيمة الصادرات ومطروح منه قيمة المستوردات. هذه هي المتطابقة التي نستخدمها في الاقتصاد الكلي حتى من مستوى سنة أولى حتى ننتهي من برامج الدكتوراه والأبحاث المتقدمة. الإنفاق الاستهلاكي، تصنف السلع الاستهلاكية تحت مسميين رئيسيين، هما السلع المعمرة durable goods كالسكن والسيارات والثلاجات والغسالات وأواني الطبخ وأفران الطبخ وأواني وأفران الطبخ والأثاث المنزلي وبعض الملابس الشخصية وما شابه. أما السلع طبعا هنا سميت معمرة لأنها تدوم إلى فترة، يعني ليس من المعقول أن نتخيل أنه كل البيت بغير ثلاجته كل أسبوع، ولا بغير السكن كل فترة زمنية، أو أنه يغير السيارة كل فترة. لا، هذه السلع تدوم لعقود من الزمن وسنوات على الأقل. النوع الثاني السلع غير المعمر non-durable goods مثل المواد الغذائية، القرطاسية، الصحف، المجلات، المنظفات المنزلية، وقود التدفئة، الغاز المنزلي، الكهرباء والماء والأدوية وما شابه. هذا النوعين يعني هذان النوعان
من السلع الاستهلاكية معمرة وغير معمرة. عادة ما يتم الإنفاق على مثل هذه السلع من وحدة الاستهلاك الأساسية وهي الأسرة أو العائلة بالمفهوم الاقتصادي الهاوس هولد بنسميه احنا، وذلك بصرف النظر عن عدد الأشخاص المكونين للأسرة أو العائلة. إنفاق الاستهلاكي، بينت الأبحاث والنظريات عبر العالم خلال 150 سنة الماضية على الأقل أجريت في مجال الإنفاق الاستهلاكي بأن الإنفاق الاستهلاكي يخضع لقانون طبيعي. من المهم أن يتنبه الطالب الكريم على هذا القانون الطبيعي، حولناه من حوله لمعادلة رياضية أو دالة رياضية، لكن قانون طبيعي ترجمه الاقتصاديون إلى دالة رياضياتية أو رياضية اقتران، تسمى اللي هو اقتران رياضي، تسمى دالة الاستهلاك consumption function، وعادة ما تأخذ الشكل التالي في اقتصاد مغلق بسيط. مغلق يعني فيش عندي صادرات ومستوردات، معناه أخذ معزول عن العالم الخارجي، وبسيط إنه ما فيش حكومة تجبي ضرائب منهم. عندي الآن هذه دالة الاستهلاك، سي ترمز إلى الإنفاق الاستهلاكي، A إلى ما يسمى بالحد الأدنى من الاستهلاك حتى لو كان مستوى الدخل ساوي صفرا، فإن A هي ما يحتاج الفرد أو الجماعة على الأقل في الاقتصاد أن يستهلكوا حتى يبقوا على قيد الحياة. وعندي طبعا الـ MPC هنا الميل الحد الاستهلاك، وتشرحها إن شاء الله قريبا، وواي الدخل، فهذا الإنفاق الاستهلاكي، هذا استهلاك الكفاف نسميه، هذا الميل الحد للاستهلاك، وهنا الدخل. عندي C تساوي A زائد MPC في Y، فالاستهلاك الانفاق الاستهلاكي يساوي حاصل جمع استهلاك الكفاف أو قيمة الاستهلاك المستقل عن الدخل زائد ما يسمى بالاستهلاك المحفز، المحفز من قبل الدخل طبعا، اللي هو يكون طبعا مكون من حاصل ضرب الميل الحد للاستهلاك، وراح نشرحها إن شاء الله بالتفاصيل، مضروب في الدخل. دعنا نفترض أننا نعيش في اقتصاد مغلق، أي بدون عالم خارجي، حيث لا توجد مستوردات أو صادرات لأي نوع من السلع، وبدون حكومة، حيث لا توجد ضرائب على دخل العملاء الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين. إلى ما يعني بأن الإنتاج أو قيمة الإنتاج، الإنتاج أو قيمة الإنتاج، هنا هذا بالسلع هو قيمته بالنقود، معبر عنها القوة الشرائية للنقود في قناتين. هذا يذهب طبعا هنا يعني سقطت كلمة سهوا، أن الإنتاج أو قيمة الإنتاج معبر عنه كذا، يذهب في قناتين يمر أساسيتين، هما الاستهلاك سي والإدخار، أي أن واي تذهب الآن، هاي واي الدخل الإنتاج أو قيمة الإنتاج الدخل تذهب في سي زائد اي، بس للتذكير الطالب أنه هاي الدنانير الآن إذا كان معبر عن واي بالقوة الشرائية. وعندي هنا الاستهلاك، انفاق الاستهلاكي، اوكي، وعندي هنا الادخار، فتكاملت الصورة عندي في اقتصاد مغلق لا يوجد في عالم خارجي، ولا حتى يعني ليس هناك صادرات ولا مستوردات، ولا توجد في حكومة تجبي ضرائب، فالدخل يذهب في قناتين أساسيتين هما الاستهلاك والادخار. طبعا في المستقبل راح نربط الادخار بالاستثمار وما شابه. انفاق الاستهلاكي، لا يمكن أن يوجد الفرد ويستدام وجود دون حد أدنى من استهلاك السلع المعمرة وغير المعمرة. هي تمثل إيه قيمة الحد الأدنى كما ذكرت، قال إيه اللي هي الأوتونوموس كونسومشن أو قيمة الاستهلاك أو كمية الاستهلاك المستقلة عن الدخل. فإيه هي قيمة الحد الأدنى من استهلاك أو ما يطلق عليه حد الكفاف، تؤدي زيادة الدخل اللي هي قيمة الإنتاج الكلي. إذا زاد الدخل اللي هو زاد قيمة الإنتاج الكلي، تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة في كمية الاستهلاك من السلع. بمعنى آخر، قبل شوي أو قبل قليل ذكرت بأن C تساوي A زائد MPC في Y، معنى ذلك أنه يعني C تعتمد على Y. ما هون أؤكدها كلاما وكتابة بأن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة كمية الاستهلاك من السلع على أشكال مختلفة، ما يعني بأن كمية الاستهلاك سي أو قيمتها تزداد كلما زادت كمية الإنتاج أو قيمة الدخل نفسها. تعبر قيمة الميل الحد الاستهلاك، ميم حا سين محس اختصار لـ MPC الميل الحد الاستهلاك، تعبر عن التغير زيادة أو نقصانا في قيمة الاستهلاك كلما تغير الدخل، ويمكننا التعبير عن ذلك رياضيا كما يلي.
الآن الـ MPC الميل الحد للاستهلاك يساوي حاصل قسمة التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل. منين جبنا هذا الكذا أو من أين حصلنا على دلتا سي؟ هي إذا أخذناها بين نقطتين على سبيل المثال تساوي الاستهلاك الثاني ناقص الاستهلاك الأول، أو القيمة الثانية للاستهلاك مطروح منها القيمة الأولى للاستهلاك، مقسم على القيمة الثانية للدخل لما بعد الزيادة مطروح منه قيمة الدخل قبل الزيادة. فهذا التغير في كمية الاستهلاك، وهذا هو التغير في قيمة الدخل أو الدخل. على سبيل المثال دعنا نفترض بأن مستوى الاستهلاك ارتفع من 100 عندما كان مستوى الدخل 400، أصبح الاستهلاك 200 عندما ارتفع مستوى الدخل من 400 إلى 600. إذا كان الاستهلاك 100 أصبح 200 عندما ارتفع الدخل من 400 إلى 600. بناء على ذلك يكون الميل الحد للاستهلاك ميم حاسين أو محس هو الميل الحد للاستهلاك، يكون كما يلي: MPC الميل الحد للاستهلاك أو Margin Proposed to Consume هو التغير في الاستهلاك حاصل قسم التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل، ويساوي القيمة الثانية للاستهلاك C مطروح منها القيمة الأولى للاستهلاك 100 مقسم على القيمة الثانية للدخل 600 مطروح منها القيمة الأولى 400 يساوي 100 على 200 وتساوي ليس تقريبا هذه تساوي 50%. بمعنى آخر أنه الآن الـ MPC هاي الميل الحد للاستهلاك تساوي 50، معناها أنه كلما زاد الدخل بمقدار وحدة واحدة فإن الاستهلاك يزداد بمقدار نصف وحدة. ما يعني بأن تغير الدخل بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير الاستهلاك بمقدار نصف وحدة؟ ورقما وزيادة الدخل على سبيل المثال إذا كان وحدات القياس بالدنانير، زيادة الدخل بمقدار دينار واحد مثلا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بمقدار نصف دينار. هاي سي الآن عندي الكونسومشن فانكشن يساوي A زائد MPC في Y. الـ MPC في هذا المثال تساوي 50% أو نصف. يمكن لي أن أمثل هذه الدالة بيانيا على المحور الأفقي Y اللي هو الدخل، على المحور العمودي C اللي هو الكونسومشن. هاي دالة الاستهلاك C تساوي A زائد MPC في Y. A اللي هو الحد الأدنى، إذا كان قيمة الدخل يساوي صفرا فإن A بتكون يعني هذا الارتفاع العمودي من الصفر حتى نصل إلى نقطة تقاطع دالة الاستهلاك مع المحور العمودي A. وطبعا قسمنا احنا الربع الاول من مستوى ديكارت الى نصفين متساويين اللي هو 45 درجة هنا حتى تكون عندي نقطة مرجعية. فعند تقاطع هذا المنحنى C مع الخط المتقطع هنا بتقول لي انه الكونسومشن C تساوي Y، بمعنى اخر لا يوجد هنا ادخار. فهذا التغير في Y على المحور الافقي، التغير في سي على المحور العمودي، إذا قسمنا التغير العمودي على التغير الأفقي بعطينا ما يسمى بالميل الحدي للاستهلاك اللي هو دلتا سي على دلتا واي اللي هو الـ MPC. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع البسيط القصير إن شاء الله، وإن شاء الله يكون مفيد لطلبتنا، وسأكمل إن شاء الله في المقطع القادم اللي هو الدرس الرابع راح يكون بالاقتصاد حول الادخار وما بعده، وندخل إن شاء الله بعمق موضوع ما يسمى بالإنكم ديترمينيشن موديل اللي هو كيفية تحديد الدخل بشكل عام من خلال تفاعل الاستهلاك والاستثمار نفقات الحكومة والصادرات والمستوردات. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.